التواصل يستمر أيها الحول الكريم مشاهدينا الأعزاء في انطلاقات هذا اليوم وشوطنا الخامس عشر في تواصل هذه الأشواط المستمرة في ميدان دستور لسباقات اللجنة العربية الأصيلة. انطلقت أيها الحول الكريم هذه الدفعة الخاصة بالأبكار لتعلن عن تواجد هذه الأسماء واللبنة الأولى في سباقات اللجنة الرسمية، بينما تنطلق مشاهدينا الكرام لتتنافس هنا على أرضية هذا الميدان. إذا المرموم وانطلاقاتها، ونسير بالمركز الأول مع عامر بن عفصان المنصوري الذي يتقدم في هذه اللحظات مع الشديدة على الصدارة الأولى. المركز الثاني هناك سعيد بن مطر الرميثي والحذرة متواجدة، حمد بن محمد بن مفتاح الشامسي واصلا في المركز الثالث ليقدم لنا مشاهدينا الكرام وعود في المركز الثالث، بينما المركز الرابع الآن الذيبة لسالم بلقرين العامري يأتي في المركز الرابع، محمد بن سلطان بن مرخان نقل إلى المركز الخامس من وجود الشامخة. المركز السادس في هذه اللحظات هناك تواجد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير مع المتحدة. المركز السابع وصول من قبل زيارة خلفان بن محمد بن جاسم المزروعي. المركز الثامن محمد بن مطر او مطر بن غانم بن مسفر بن المنصوري مع دمعه. المركز التاسع نشوف هنا تسلل احمد بن محمد بن كراز المهيري وصل مع انتصار. والمركز العاشر سعيد بن خليفه بن رشيد السويدي. هذه الاسماء الاولى ايها الحول الكريم مشاهدينا الاعزاء المتقدمه والمسيطره والسائده في انطلاقه الشوط، لكنها شديده حتى الان هي في المركز الاول وسيطره الشوط من شديدة عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. الشعارات اللي في المقدمة سجلت نقاط ثمينة في صباح هذا اليوم سواء بن عفصان ولا بن كراز. نشوف المركز الثاني بن كراز أحمد بن محمد بن كراز المهيري، لكن أشوف الرميذي من الجانب الآخر من على الحذر الحذر الحذر. سعيد بن مطر الرميذي تقدم. المركز الرابع سعيد بن خليفة بن رشيد أو علي بن خليفة بن رشيد السويدي يتقدم مشاهدين الكرام مع صرح أو اليمامة. المركز الرابع مطر بن غانم بالقوبع فيه تواجد دمعة لتحتل المركز الرابع، لكن الجانب الآخر هناك تسلل. الله يا سلام، هذه الظبي غدير بن حميد بن خميس اليديلي يأتي في المركز الثالث. المركز نشوف تسلل، لكن نعود إلى شديدة وعامر بن حمد بن عفصان المنصوري لا زال يتقدم وشديدة مسيطرة على المركز الأول وعلى قيادة الشوط، لكن اليديلي يتقدم يلعب يا بن عفصان. أشوف اليديلي، لكن يا سلام نشوف المركز الثالث. المركز الثاني هناك تقدمت لازارة الظبي غدير بن حميد اليحافي هي من تتسلل وتنتزع المركز الأول. تهانينا والناموس على هذا الفوز يا اليديلي مشاهدي الكرام، بعدما قدم لنا هذه الظبي المركز الثاني. يصل غفيج بصغير المالكي المركز الثالث، عامر بن عصام المنصوري المركز الرابع، هناك عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، والمركز الخامس مدلل لمايد بن محمد بن زايد الفلاحي. يصل مشاهدي الكرام الى المركز الخامس في اعلان الناموس والتحدي. نعود الى المركز الاول ولحظات الوصول الى خط النهايه مشاهدينا الكرام من قبل الظبي غدير بن حميد بن خميس اليديلي. 3:03 تسعة اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار، بينما صاحبه المركز الثاني كانت ارصاد للغفيج بالصغير المالكي. وصلت مشاهدي الاعزاء في 3:05 جزء واحد من الثانيه. تهانينا والناموس واسعد الله صباحكم. بينما المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء كان دخول كذلك سريع وتحدي من هذه اللحظات في المركز الثالث اللي وصلت فيه من خلال هذا التواجد بتوقيت زمني مقداره نشوف اللحظات 3:05 ثمانيه اجزاء من الثانيه كانت شديده لعامر بن حمد بن عفصان المنصوري. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام على هذا الفوز وهذا الانتصار.